من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان، ينضم إلينا. مساء الخير رامي. بداية، هل ممكن أن نعرف منك ما الذي تابعتموه فيما يتعلق بالمدنيين؟ طبعا نعلم بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار بشكل كبير موضوع المدنيين، وأصلا المطارات العسكرية هي بعيدة بقدر كافي عن المنطقة السكنية. نعم، طبعا هناك تخبط في إعلام النظام عندما تحدث عن سقوط شهداء مدنيين في هذه الضربة التي استهدفت مطار الشعيرات العسكري. حتى اللحظة المؤكد وبشكل قطعي 7 من عناصر قوات النظام بينهم 5 ضباط هم الذين قضوا في هذا الخطف. طبعا من بين الذين قضوا هم أيضا كانوا عند أطراف المطار ما يعرف بلواء الدفاع الجوي المسؤول عن حماية المطار. الطائرات التي دمرت ليست بالكثيرة، بأعداد كبيرة، لكن المطار خرج عن العمل بشكل قطعي وكان فيه دمار كبير. الموضوع عملية القصف هي أكثر من هي قصف وتدمير، هي رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون أرادت الرد بهذه الطريقة. لكن نحن وجهنا أيضا نداء للولايات المتحدة الأمريكية، أنتم دافعتم عن المدنيين السوريين في خان شيخون، ولكن عليكم أيضا أن تتوقفوا أنتم أيضا عن قتل المدنيين في محافظة الرقة أو أي منطقة. طب سيد رامي، فيما يتعلق بردود فعل النظام، ترصدون طبعا كل ما يحدث على كل الصعد بأي حال، هل من رصد لردود فعل النظام؟ هل ثمت ما لم يصل إلينا؟ يعني نعرف بعض ردود الأفعال، نعرف بأن روسيا قالت دعينا نقول بأن النظام وردود فعل النظام وجمهور النظام بعد الحول من الضربة يوم أمس، كان جمهور النظام وجاقل النظام كانوا يعتقدون نهار أمس طبعا بأن الضربة لن تنفذ على المطار، وأنه كل ما قيل هو كلام وتهديد. ومساء تم سحب طائرات من مطار الشعيرات العسكري في اتجاه مطارات أخرى. بعد منتصف الليل انسحب مقاتلون أو عناصر قوات نظام وعناصر مدربين إيرانيين من داخل المطار، أي قبل الضربة. لذلك الضربة استهدفت بشكل أساسي عناصر الدفاع الجوي في المطار. أنا أشكرك جزيلا. من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.